ترجوم وحنزريك وسكتي 100% انا محمي على كالكولاتريس. هو الموضوع المهم اللي بغيت نهضر معكم عليه هو كتعرف باديك العائله ديما حمراء ولا طلق المراه فين الوالد؟ هاتي تشوفي هو ما دايرش الماج. شوف اختي بتلي ساعه اخرى سيري البيت وتفرجي انا كنكمل لكم. بلاتي ديناش الماتش يا بنيتي. وكيفاش موضوع مهم راه لعب الريال والبارسا صاحبي؟ ويلي 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 علاش ما فكرتوني في الماتش وكتعرفوني انا رجالي؟ وسيري غدوشي واش ما عرفتيش بلي 90% من الامراض كتجيها من الوسخ وانت جايه من الكره نيشان لهنا؟ واش ما عرفتيش بلي نقير كيجيب 6 الغرزات؟ واش ما كنعرفش؟ ما غادي نتزوج عباد الله. خرج من تما خرج من تما مزيان مزيان سير 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 عطيه سير 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 زقلها زقلها وزقلها وانا مال راه خصو يتشد هذا راه شادين وثلاثه ما كتشوفش تبارك من المساله رد الماتش هما بداو على الله كنضحك سير بحال موف سير بحال أرى ديك السكرة اللي هنا رد انت الماتش إيوا إيوا باغي يجي السيمانة الجاية يا ولد من هو؟ ولد أمو إيه وين هاد الدري أنا ما كنعرفهاش ما عمرني شفتها كيف غندير تنجوجها لك امي انت غادي تشوفيها وتشبهي فيها شوفان وماشي بحال الا عرفناه ولد من على الاقل نعرف واش ولد اصل ولا لا الله يهديك يا ماما هاد الهضره هادي قديمه بيريمي دابا خصك تسوليني هو كيف داير واخا وهي كي دايره ما كاينش بحالها في الزين وفي الثقافه وفي القلب البيض ايوا حالتك شوفي دابا انا فين كنهضر لك وانت فين كتهضري ودخلتي ودخلتي يا ماما واخا انا هاد الزواج دابا دير هاد الدريه اللي ما كنعرفها ما عمرني شفتها ما عجبنيش نهضر مع باك يكون خير الله يخليك ليا ماما واخا غتخاصميني مع خالتك ولكن هذاك الزين ما نخافش عليه غادي يطيروا عليه طيروا عليه للحبس عطري بلي التليفون يلا غا حمرنا الوجه سيدي هو لا يحشمنا حنا الدراري راه خدامين عليه الليله كامل باش يطلعوا شي تيفو ناضي واخا راه باقي انا مازال غنخيط لكم شي حاجه ولكن حامده شوف ما شفتيني ما شفتك وصافي كوني هانيه الوالده سمحي لينا اللي مقزرين عليك كدير هاد الشيء غير خير منك تتي على خير مني مالي انا لخاطري بريدي انا هادشي راه ورتا على والديا وجدودي الوالد مسكين الله يرحمه ويوسع عليه راه باين يوم اللي بغى يموت هو يلقف ما تلقى الروح حتى سمع الرجال بحال قاليني انا صقعة طحت في ودادي وعالك ساعة كنضحك انا راه عزيز عليا بجوج كيف راجلك في الوداد المهم دابا نجيب لك التيفوات عندك شوف لك كيف صافي بارك الله فيك ايوا سيدي الله يكمل بخير الله يجعل كل شيء مبارك مسعود ولدي يلا سيدنا بسم الله والله لا محنتوا راسكم انتوا بالمالي الخير تفضل سير جيب الماء هو الماء سير جيب اللبن اين اللبن سير جيب شي حاجه سير واش عرفتي بلي 70% من السكتات القلبيه سبب ما تضحك الباسل الوليد الوداد ربحات الماتش البطوله ديالنا هاد العام دخلنا عليك بالله الله الله
هاد العام الكوب والشامبيونة ويدادية الوداد طالعة غير بالتساطيح بالسيف تربح الله يسر كيفاش قلتي سي الوداد طالعة بالتساطيح اللي خصك تعرف ان الوداد راه احسن فرقة في المغرب وعندها اللعابة حريفية واحد ينسيك في الاخر وعندنا مدرب وار مجهد كيبتاكر وراه ديما حمرا ولاش دب كتبي المرا داك الشيء علاش ديما الراجا ربحاها دابا العمر هذاك الخراجه ربحات شقرينا كحلا يبدي مع الزوط وتهرس هادشي اللي كتعرفه كاين شي حاجه اخرى من غير هادشي اسمع نقول لك ما تسمحش لك تدوي وتقول هاد الهضره على الرجاء وفي داري وزيدون هذيك الوداد حتى هي فرقه اللي تقارنها بالرجاء انا ما نسمحش لك قران تقولوا على الوداد نفهم نخليك تقول على الوداد يا ويلي على الشيطان الحاج بس ما تديش اش كيقول اش كنقول ما كنقول على الحق الحمد لله صافي صافي بركه من الحماق ما سمعتيوش كيفاش كيدوي على الوداد بغيتي انا نسكتو لهم وعباد الله راه الدم اللي كيجري في العروق ديالي حمر وانتم هاد الهضره اللي كتقولوا على الرجاء بغيتي انا نسكتو شاكيف بركة نبدو الموضوع الدجاجة بنينة العصر ما غنبدلوش هذا الموضوع وهذا الزواج هذا ما غنديروش عندك الحق با ما يمكنش نديرو يدينا في يد بوحمرون وما غنديرش يدي مع واحد عدو وخا يقطعوها ليا ايوا سيدي تا حنا ما عندنا قلت للزواج رجعن رجعن زوجوا لي بنتكم يلا نوضوا جمعوا الوقفه شكون اللي قال لك با بغيت نتزوج انا جينا نتزوجوا شفت غنقول لك زوج كلمات يا اما غتحضر راسك وتزيد قدامي ولا راه غنسخط عليك لا انا لا الوداد الدنيا والاخره زيد قدامي أنا ما تزوج أنا كيفاش نزوج؟ زيد قدامي أما يدوي معاه واه واه شنو قول لي قال له فريدا فو زيد قدامي أنا عارفة منو قول لك شوف عزيز راجع عزيز راجع عندك الدور دم العفاش نضربوكم شي سخافة ما تشجعوا وعندكم فاش تخسروا تصدعوا عليكم ديوركم احنا نشوف صافي بقيتوا على خاطركم دابا فركتوا لي الزواج على قبل فرقة الكرة فرقة ديال الكرة هذيك راه حياتنا هذيك سمعتي باش كتقول سمعت نقول لك ما عمرك بقى تجيب لي شي واحد نتناسب معاه من غير رجاوي ونعلمك ما نبغيكش تتوي مع شي واحد في الخدمه ولا في الدار ولا في القرايه ولا في الزنقه من غير الرجاويين في الحمام لا لقيتنا غير تما راه عنده الحق سيبالي وزيدون ديما راجا شو غا انت فيكتي انت اللي ما سكتيش والله تنفضحك دابا يا تبارك الله ياك انا تنقول لك ولد خالتك ما كاين بحالو شاب ديال الشنيع ورجاوي ياك الحاج شفتي هذاك مول المسطاش واخا يكون ميسي والله الا تزوجت به عفاك بابا الله يتكسر سمعي نقول لك الكويده شتي نهار يولي بوحمرون يجي الصبيان في الخضر ديك الساعه نجوج بنتي الودادي يا الله اش كدير انت هنا انا راه كنت معروض من غير معروض الحاج الله يعطيك الصحه والله هاد الزيجات عندك الا محمرين مزيان وغتنوض ولد الجيعان ولا غادي نخضر بك نوض حط الكاس واش غير حط لا كويس